إنقاذ طفل ابتلع تقويم أسنان بطائرة هبطت في أشهر ميدان بفيينا. النمسا تنتقد أمريكا بعد تنفيذ أول حكم إعدام بها منذ عام 2003. الرئيس النمساوي يقوم بزيارة خاطفة إلى سلوفاكيا قبل إغلاقها. غادة والي ثلث الأسلحة النارية في العالم غير مشروعة. أوبك وضع سوق البترول مطمئن. وزارة الداخلية تبدأ خطة تضييق الخناق على الأتراك. الصيف في النمسا غير معتاد ويخلو من الموجات الحارة. انفجار إصابات كورونا 131 حالة في يوم واحد، والبؤرة مجزر لحوم. هبطت طائرة إسعاف لأول مرة في أشهر ميادين العاصمة النمساوية فيينا بجوار كاتدرائية شتيفنس الشهيرة. الطائرة أنقذت طفلا يبلغ من العمر 12 عاما وقد أصيب بالاختناق بعدما ابتلع تقويم الأسنان لديه. الإسعاف تمكن بالفعل من إنقاذ الطفل بعدما حضر خلال دقائق قليلة عقب استغاثة الأم. وقد كان الهبوط صعبا ونادرا في هذه المنطقة المزدحمة طوال العام. ومن جانب آخر، انتقدت وزارة الخارجية النمساوية عبر موقعها الرسمي الإدارة الأمريكية بعد تنفيذ أول حكم إعدام منذ عام 2003. دول الاتحاد الأوروبي ومنها النمسا ترفض رفضا باتا تطبيق عقوبة الإعدام في أي دولة في العالم. بالرغم من احتمال إغلاقها بسبب جائحة كورونا وتجدد الإصابات بها، قام الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن بزيارة خاطفة سريعة إلى دولة سلوفاكيا. الرئيس النمساوي بحث مع الرئيسة السلوفاكية سوزانا كابوتوفا أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتنسيق في مجال حماية المناخ ومكافحة وباء كورونا. ومن جانب آخر، حذرت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات من تفاقم مشكلة الإتجار بالأسلحة النارية، معتبرة أنها تشكل تهديدا خطيرا لحياة الإنسان والأمن الدولي، حيث تتسبب في تضاعف أعمال العنف والجريمة حول العالم. ومن ناحية أخرى، اختتم اليوم أعمال الاجتماع 20 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين منظمة أوبك والشركاء من خارجها، والتي عقدت بالفيديو برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والرئيس المشارك ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي. ناقشت اللجنة التطورات في سوق النفط العالمية وأفاق السوق خلال النصف الثاني من العام الجاري. ومن جانب آخر، أكد كارل نيمر وزير داخلية النمسا أن الحكومة بدأت بالفعل خطة تضييق الخناق على النظام التركي. تشمل الخطة إعادة تأهيل جهاز الشرطة لملاحقة العناصر الراديكالية الخطيرة والحد من كل أنشطة التطرف الديني. وفي سياق آخر، سجلت النمسا زيادة يومية مرتفعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا وبلغت 131 حالة. تركزت الإصابات
في مجزر للحوم بولاية النمسا السفلى. ومن جانبها ذكرت وسائل الإعلام النمساوية أن صيف 2020 مختلف اختلافا جذريا عن الأعوام السابقة. ولم تقصد وسائل الإعلام جائحة كورونا، بل قصدت تقرير للأرصاد الجوية يتحدث عن عدم وجود موجات حارة شديدة هذا الصيف.